السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا القناه ديالي. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نشدوا معكم طريق، غتسمحوا لنا شويه، غادي يجي هذا الفيديو شي شويه طويل ولكن ما فيها باس، باش نوريكم ان شاء الله الطريق من الرباط حتى البقند. ان شاء الله غنشد معكم الطريق، يعني غندوزو على سلا، ندوزو على القواس، قواس قنيطره، ندوزو ان شاء الله على حي الامل، سعيد حجي ان شاء الله. وغادي نمشيو نيشان على الطريق الوطنيه الرابطه بين قنيطره وسلا، باش ان شاء الله يبان لكم يعني المشروع فين جا بالضبط بالنسبه للطريق اولا بالنسبه لبقنادل. ان شاء الله اليوم غادي هذا الفيديو هذا كجواب على الناس اللي كيسولوني بطبيعه الحال على المشروع فين جا اولا على بقنادل بالضبط. يعني انا كنقول لهم مثلا بقنادل، ما عارفينش بقنادل فين جات بالنسبه لسلا اولا بالنسبه للقنيطره. فان شاء الله هذا الفيديو هذا كما قلت لكم غادي نشد معكم طريق من الرباط البقند ان شاء الله، فنخليكم مع الفيديو. شكرا لكم، بالمناسبه شكرا لكم كاملين على التعاليق الجميله اللي كتخليو لي في القناه ديالي، واللي صراحه هي اللي ديما كنقول لكم هي اللي كتخليني مستمره معكم. وبالمناسبه كذلك بغيت نحيي الناس اللي مؤخرا يعني خداو السويرتات ديالهم، بغيت نقول لكم اولا بغيت نبارك لكم الشقه ديالكم، وكنتمنى انها تدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه وكل ما تمنيتو بالرزق ان شاء الله وراحة البال. وكذلك بغيت نحيي الجالية المغربية اللي صراحة يعني كيفاجئوني بالتعاليق الجميلة ديالهم في القناة ديالي، وكنقول لكم تانتوما مرحبا بكم، مرحبا بكم يعني في المشروع، وشكرا لكم تانتوما، شكرا على التشجيعات، شكرا على يعني كتخليو لي واحد التعاليق اللي صراحة كتعجبني بزاف، واللي كتخليني ان نفكر انني نزيد يعني نعطيكم اكثر في المشروع، وكتخليوني يعني واحد الحماس باش نكمل معكم ان شاء الله. فشكرا لكم كاملين، وشكرا للناس لجميع الناس اللي كتابعني كتابع قناه زين تي في، كنقول لكم كاملين شكرا بزاف بزاف. وشكرا للناس اللي كيساندوني وطبيعه الحال كيشجعوني، وما نطولش عليكم الفيديو، خليكم يعني باش تشوفوا الطريق ان شاء الله. وكنتمنى انه الفيديو يعجبكم، وكنتمنى انه تكون فيه واحد الاستفاده للناس اللي كيسولوني بطبيعه الحال. فمره اخرى شكرا لكم، وخليكم مع الفيديو.
السلام عليكم مرة أخرى. هنايا كنكونوا وصلنا يعني لمدينة بقنادل، كما كتشوفوا على يديكم اليمين البانو ديال بيبليسيتي ديال مشروع جوهرات البحر. مباشرة كنلقاو يعني مدينة بقنادل كترحب بكم، وهذا هو الرومبوان الأول ديال بقنادل. من موراها ان شاء الله غادي تردوا معايا البال على يديكم اليسار، غنلقاو ان شاء الله المشروع ديال جوهرة البحر. كما كتشوفوا يعني راه شديت معكم يعني الطريق من الرباط، ويعني ما كاينش لا دور اليمين لا دور اليسار، جينا يعني نيشان. ويعني المشروع ديالنا ها هو كيبان، لا رديتوا البال على اليسار داك العمارات اللي مصبوغين بالبيض والكغي، هنا ما باينش مزيان، ولكن هذاك هو المشروع ديال مشروع جوهرة البحر. كنقول لكم كاملين شكرا لكم على المتابعه، غير باش تعرفوا يعني ها هو كما كتشوفوا دابا باين. هكا كنوريكم يعني الطريق، وكنوريكم يعني مشروع ديال جوهرة البحر فين جا بالنسبه لبقنادل او بالنسبه للطريق الوطنيه الرابطه بين قنيطره وسلا. احنا كما كتشوفوا هذا هو المشروع. كنقول لكم مرحبا بكم كاملين، وكنتمنى يكون الفيديو يعني نال الاعجاب ديالكم، كانت فيه واحد الاستفاده بالنسبه للناس اللي بطبيعه الحال كيسولوني على المشروع فين جا والطريق اللي كتدي لبقنادل. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، شكرا لكم كامل المتابعه وشكرا للتعاليق، وما تنساوناش بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش ان شاء الله توصلوا بجديد ديال قناه زينات تي في. شكرا لكم، نهايه اسبوع موافقه للجميع، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.